ناخد الدكتور ايمن عبد العال رئيس قطاع الانتاج والمشرف على مشروع غرب المنيا. دكتور ايمن ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا هيربي، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. يعني انا عارف ان حضرتك باذل مجهود كبير جدا في مشروع غرب المنيا، وعندنا البنجر حقق انتاجيه عاليه جدا. قول لنا بقى اهم الزراعات اللي بيتم زراعتها دلوقتي في غرب المنيا، ونشجع المستثمرين ازاي على هذه المنطقه الواعده اللي هي حوالي اكتر من 340 الف فدان. طبعا انا يعني بحيي حضرتك للتحدث في هذا الموضوع، لان احنا طبعا ده يعني بنعتبره مشروع قومي، مشروع المليون ونص فدان. ومنطقه غرب المنيا من اكبر المناطق اللي فيها اراضي في خطه المليون ونص فدان زي ما حضرتك ذكرت. يعني في حوالي اكتر من 420 الف فدان، فيه الحمد لله رب العالمين مخصص لينا احنا كوزارة زراعة 20 ألف فدان، وتعتبر دي مزرعة نموذجية واسترشادية للمنطقة. والحمد لله بتوفيق ربنا ان المشروع حقق النجاح خلال الفترة السابقة، سواء الموسم السابق او هذا الموسم. الحمد لله رب العالمين عندنا زارعين مساحات كبيرة من البنجر بعد نجاح محصول البنجر وتحقيق إنتاجية وصلت ل 21 طن للفدان في أول موسم زراعة. السنة دي الحمد لله رب العالمين احنا توسعنا في زراعات البنجر أكثر من 5 أضعاف المساحة السابقة. تعاقدنا مع 3 شركات لإنتاج السكر، 3 مصانع، مصنع النوبارية ومصنع الفيوم ومصنع أبو رقاص اللي هو الصناعات التكاملية. كل مصنع أو كل شركة لها 1000 فدان، مخصص لها 1000 فدان من محصول البنجر. برضو عندنا زراعات من القمح، زارعين حوالي 1000 فدان من محصول القمح، لأن طبعا احنا يهمنا بالمقام الأول محصول القمح كمحصول حبوب استراتيجي طبعا. واحنا بنصدر او بنورد المحصول الناتج للصوامع في محافظة المنيا كما سبق الموسم السابق. والحمد لله بتوفيق ربنا اصبحنا يعني المشروع منارة في هذه المنطقة لجميع الواردين من الشباب ومن المستثمرين ومن الزراعيين. واحنا طبعا بنعتبر ان شركة الريف المصري دي الشركة اللي موجودة اللي بتسوق للدولة، واحنا كلنا بنعمل لهذا الهدف وللصالح العام ولخطة معالي الرئيس لنجاح الخطة في استصلاح المليون ونص فدان. النهاردة الزراعات الجديدة اللي انا قدرت ادخلها في هذا المشروع هي دكتور ايمن، وانا عندي كان في بعض المشاكل في الزراعات اللي موجودة هناك، وانا عندي المنطقة دي منطقة واعدة وفيها قبول جدا من المستثمرين. نقدر نقول ايه الزراعات الجديدة اللي نقدر ندخلها في هذه المنطقة ونقدر يتم زراعتها في هذه المنطقة وتكون مجدية للمستثمر والمزارع هناك؟ والله يا فندم طبعا احنا جربنا برضو زراعة النخيل، ويمكن النخيل وخصوصا احنا زرعنا مساحة من النخيل السيوي، وهنزرع مساحة برضو من النخيل البرحي، كذلك هيبقى في مساحة من الزيتون، لان طبعا المساحات الزراعات التقليدية من المحاصيل الحقلية اصبح البنجر هو سيد الموقف هناك، لان البنجر بيتحمل المستوى الملوحة المتوسط اللي موجود في الارض يمكن افضل من القمح، وهو اللي حقق الانتاجية الواعدة. وبناء عليه حتى الاستثمارات اللي دخلت المنطقة زي شركة القناة وشركة والغرير الداخلين ب 181 ألف فدان على أساس أن هم يعملوا منطقة زراعية صناعية فيها منطقة غرب المنيا، وده حاليا تم بالفعل وبدأوا بالفعل الشغل على أرض الواقع، وده احنا بنعتبره نجاح لينا قبل ما يكون يعني استثمار لهم، لان احنا هدفنا برضو في المقام الاول دخول الاستثمارات المصرية والاجنبية على حد سواء للتوسع في استصلاح هذه الاراضي. يعني عندنا مصانع دلوقتي بيتم انشاء هناك في هذه المنطقة للمصانع البنجر؟ طبعا يا فندم في شركة القناة للسكر داخلة باستثمارات كبيرة في هذه المنطقة على 180 ألف فدان؟ على 181 ألف فدان في، وكان في يمكن لقاء مع محافظة المنيا خلال الأسبوع السابق لاتخاذ الإجراءات الفعلية أو لإنهاء الإجراءات للشغل والاستثمارات.
كان الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعيه بيتكلم معايا على الزراعات الزيتيه والزراعات كمان العطريه، ايه الملف ده ونقدر نشتغل عليه هناك ازاي؟ والله يا فندم طبعا الزيتون زي ما ذكرت لحضرتك احنا ممكن يبقى فيه زراعات من مساحات الزيتون، لان الزيتون يعتبر احنا كمصر يعني ممكن نحل محله، خصوصا الامراض اللي بدات تظهر في اوروبا من الزيليلا، بكتيريا الزيليلا اللي بتصيب مساحات الزيتون عندهم ومدمره صناعه الزيت من الزيتون في اوروبا، فاصبحوا بيدوروا على مكان امن زي مصر او الدول اللي يكون ما فيش عندها هذا المرض، وبالتالي احنا ممكن في هذه المساحات او المساحات المستصلحة حديثا التوسع في زراعة الزيتون على اساس ان نبقى بديل لهم او نصدر لهم المنتج النهائي، ودي طبعا تبقى إضافة وحاجة قيمة مضافة بتضيفها للمنتج الزراعي، ان انت تنتج الزيت من محصول الزيتون اللي ناتج. مشروع الانتاج الحيواني كمان هناك حقق أرباح وحقق نجاح كبير جدا، يعني قول لي تحت درجة حرارة وتحت عوامل الجو اللي هناك مناسب للانتاج الحيواني، وانا عندي شركات عالمية كمان اخدت اراضي هناك وتعاقدت على مشروعات للاراضي هناك لانشاء مشروعات انتاج حيواني كبيرة هناك. صحيح يا فندم، هو طبعا عندنا مزرعة نموذجية في المشروع يمكن بدأت ب 400 رأس من العجلات العشار، النهاردة بسم الله ما شاء الله دخل على 900 رأس في يعني وقت وجيز، وده دليل على مناسبة الظروف المناخية في المنطقة وتحمل الجاموس المصري والإيطالي اللي موجود في المنطقة، وأصبح نموذج يحتذى به في المشروع. الدكتور أيمن عبد العال رئيس قطاع الإنتاج والمشرف على مشروع غرب المنيا، بشكر حضرتك جدا على المداخلة معنا.